اخترناهم على اساس ايه؟ احنا الاول قعدنا مع المخرج وجبنا الورق وبدانا كل دور ندور على النجم المناسب لعمل الدور ده، اللي يقدر يوصل المسج من اللي موجوده في الورق يقدر يوصلها يعني بطريقه كويسه. هو ده كانت اسس اختيارنا لافراد العمل، والحمد لله احنا جايبين اللي بيقول جمله جايبين فيه نجم كوميدي، بحيث ان احنا ان شاء الله يعني مطلعين منتج نهائي في خلال ساعتين تدخل الاسره، كل افراد الاسره من اصغر طفل لاكبر حد يدخلوا ويتبسطوا ويضحكوا ويطلعوا مبسوطين كمان بالمسج اللي هتبقى موجوده في الفيلم. اولا ميرسي جدا على حضوركم ومنورنا، ونتمنى ان شاء الله ان الفيلم يعجبكم ويعجب الناس كلها ان شاء الله في المجتمع المصري والمجتمع العربي. مفيش توقع لان دي ارزاق بتاعت ربنا، انا ما اقدرش اتدخل فيها، ربنا كاتب لنا ايه هنشوفه. زي اي حاجه كنا بنعملها برضو قبل كده اللي بنستنى اللي ربنا كاتبه لنا واحنا راضيين بيه، يعني الحمد لله احنا علينا ان احنا نعمل ايه، ان احنا نخلص في عملنا، ان احنا نطلع حاجه كويسه، انه واحنا بنعمل الافلام ما نعملش حاجه تقدر تخدش الانسان المصري، سواء الطفل او يعني اللي احنا ما بنقبلوش على اسرنا ما نقبلوش على الاسر الاخرى، لان احنا شايفين ان احنا كمجتمع مصري او مجتمع عربي احنا اسره كبيره. ان شاء الله داخلين فيلم في اول ثلاثه ان شاء الله، بس ده فيلم اكشن، متعاقدين مع اكبر شركات الاكشن في مصر، وفيلم البادجت بتاعه عالي جدا. يعني خلي التفاصيل هنعلنها ان شاء الله لما يعني الفيلم ده يبدا يتعرض في السينمات، وان شاء الله هنبدا بقى نعمل مؤتمر صحفي عن الفيلم ونعرض كل الاسماء المتعاقده معنا، بس هو في نجوم كبار جدا. يعني احنا شركه انتاج، وشركه الانتاج المفروض ان هي تقدر تعمل اي حاجه، تقدر تعمل كوميديا، تقدر تعمل اكشن، تقدر تعمل دراما، تقدر تعمل ده. احنا عندنا شايفين ان احنا نقدر نعمل ده، وان شاء الله الفيلم اللي احنا داخلينه القصه بتاعته حلوه جدا، فيها مفاجاه في اخر الفيلم، هيبقى الناس كلها طول الفيلم فاكره حاجه وفي الاخر هتفتكر حاجه ثانيه. ف يعني اتمنى ان شاء الله ان ربنا برضو يوفقنا زي ما دايما بيوفقنا في الافلام اللي قبل كده، وفي ده الحمد لله انه كمان نعمل الفيلم كويس.